صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. كل سنه وحضراتكم طيبين. ربما يعني العيد خلص مؤخرا، كل المشاهد الجميله اللي خرجت من العيد يعني ما زالت بتؤكد ان المصريين رغم البروده نسبيا الا ان هم قرروا يتبسطوا في ايام العيد. امتلأت كل المتنزهات والحدائق العامه والأسواق والمطاعم، شفنا مصريين كتير جدا بيتبسطوا، عوضوا ربما شهر الصيام ونزلوا يتبسطوا مع أسرهم ومع أطفالهم، وكان مشهد بصراحة جميل جدا. وزي ما كان في أسر كتير كان في برضو أصحاب كتير خرجوا مع بعض، الأصحاب اللي بيتعرفوا وقت الشدة، مش الأصحاب اللي هم زي ما بيقولوا كده إيه صاحب موقف معين أو صاحب ضحكة معينة. يعني الحديث الشريف بيقول لنا مثلا ايه، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، والمثل الشعبي بيقول الصديق وقت الضيق، يعني الصديق اللي بتحتاجه بتلاقيه في الوقت اللي انت عايزه. ليه بنقول كده؟ لان سؤالنا النهارده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك بيتكلم عن هذا الامر، بيتكلم عن الجدعنه، بيتكلم عن الاصدقاء الحقيقيين اللي ممكن يقفوا جنب الواحد في شدته. زي ما قلنا الصديق وقت الضيق، الصديق مش هو الصديق بتاع الضحكة أو الخروجة أو المواقف السهلة، الصديق بنعرفه في المواقف الصعبة اللي ما يبقاش فيها حد غيره يقدر يقف جنبنا، سواء بقى المواقف الصعبة دي إنك سبت شغل، إن حصلت لك حالة وفاة فوقف جنبك، إنك احتجت حاجة فلقيته، إنه هو رد غيبتك واتكلم عنك في ظهرك بالصح وقال عنك كلام صح. ربما أشياء كتير جدا بنعرف من خلالها الأصدقاء الحقيقيين، وبتظهر وبتتكشف أوراقهم عبر الزمن. زي ما بيقولوا كده الصداقة شجرة، هذه الشجرة ربما يتساقط منها بعض الأوراق، وربما أيضا بتظل بعض الأوراق ثابتة تثمر وتزهر وتفضل سنين طويلة جدا بتؤكد معنى الصداقة الحقيقية. سؤال النهاردة، احكي لنا عن موقف جدعنة حصل لك من صديقك مش ممكن تنساه أبدا. مين هو هذا الصديق اللي حصل معاه هذا الموقف؟ وقف جنبك إزاي؟ قدر إن هو يساعدك حقيقي بشكل ما قدرتش تنساه إزاي؟ والموقف ده فعلا كان يستحق ولا ما كانش يستحق؟ ربما تتباين آرائنا وتختلف اتجاهاتنا، ولكن تظل أصعب المواقف هي اللي بتفرز أفضل الأصدقاء. على أي حال إحنا مستنيين إجابات حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا على فيسبوك سواء صفحة البرنامج اللي هي صباح الخير يا مصر اللي هي المعنونة بالعلامة الزرقاء، أو صفحة القناة الأولى حاطين عليها السؤال، هنقرأ من خلالها إجابات حضراتكم، هندردش فيها خلال ساعات اليوم الممتدة لغاية الساعة 10 بتوقيت القاهرة، وحنتكلم عن مواقف الجدعنة وعن الصحاب اللي فعلا وقفوا وقت الجد ولقيناهم وقت ما كنا عايزين وقفتهم بجد. نصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.